يعاني السودان من شح في بعض أصناف الأدوية، من بينها قطرة العين وداء الغدة والشلل الرعاش وبخاخ الأزمة والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الضغط والسكري وبعض أدوية المرضى النفسيين التي تؤثر بصورة كبيرة في القطاع الصحي عموما. منذ العام الماضي ظلت أسعار الأدوية في السودان في ارتفاع مستمر وبنسب عالية جدا، بلغت 300% بالنسبة لبعض الأصناف، وذلك نتيجة سياسات اقتصادية اعتمدتها الحكومة أدت إلى تراجع العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية، خصوصا الدولار الأمريكي المعتمد بشكل أساسي في استيراد الدواء. مع بداية الشهر توقفت شركات كثيرة وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد كبير من مستوردي الأدوية عن بيع مخزون الأدوية لديها، وكانت الجمعية السودانية لحماية المستهلك قد أشارت إلى أن ندرة الأدوية تهدد صحة المستهلك، وذلك للتعقيدات وعدم الوضوح في السياسات المالية الخاصة بتصنيع الأدوية محليا واستيرادها من الخارج. وللتعليق حول الموضوع معي عبر الهاتف رئيس اتحاد الصيادلة السابق صلاح إبراهيم. سيد صلاح، مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ، ما هي أسباب شح الأدوية في الصيدليات؟ الأسباب الرئيسية التي أدت إلى شح الأدوية في صيدليات البلاد. هي طبعا الأسباب معروفة، هي أسباب قديمة جديدة، هي عدم اعتماد دولارات للأدوية، لفتح اعتمادات للأدوية، ومشكلة كانت سابقة هي مشكلة تسعير الأدوية. كان طبعا سابقا بتعطى من نسبة 10% للصادر، توقفت هذه النسبة لفترة طويلة، ثم تقرر ثاني الرجوع إليها مؤخرا، ولكن تظل المشكلة قائمة أنه لا توجد اعتمادات، لا توجد حصيلة كافية من الصادر بحيث أنه يتم تخصيص 10% للأدوية منها، وبالتالي تصبح هناك كثير من البنوك التي ليست لديها صادر كافي لا تستطيع أن تعتمد لزبناء لشركات الأدوية عدد أو قيمة كافية من الموارد المالية لفتح الاعتمادات. نعم. وطبعا الأدوية فيها مشكلة أنه ما تقدر تستطيع تجيبها بالسوق الموازي، لأنه الأدوية هي تحت الرقابة وبالتالي تحت التسعير، فلا بد أنك تلتزم بأنك تجيبها بالسعر الذي يحدد لك المجلس القومي للأدوية والسموم. فما حدث أن كثير من شركات الأدوية لم تستطيع أن تستورد في الفترة الماضية، يمكن أكثر من 6 شهور إلى سنة هي بتحاول أنها تجد موارد لفتح الاعتمادات. ما كانت في بعض الشركات ممكن تكون في الفترة الأخيرة تم فتح اعتمادات لها، لكن ما زالت المشكلة قائمة أنه لا توجد اعتمادات كافية أو مبالغ كافية. لكن السيد صلاح، يعني المجلس العسكري قال أنه يعني تم سداد بعض المديونات على شركات الأدوية، وهذا هل يمكن هذا يؤثر في 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 توفر الأدوية؟ هو طبعا يؤثر لكن ليس التأثير كبير، لأنه الإمدادات الطبية هي طبعا لديها أصناف معينة هي بتعمل على توفيرها، والمديونية طبعا مديونية سابقة من 2016 و17، يعني هي مديونية سابقة. الإمدادات الطبية بصفة عامة يعني هي تشكل حوالي 20% تقريبا من قيمة السوق السوداني إذا صح لنا أن نقول، فبالتالي يعني تحت أحسن الظروف ممكن تكون 30%، فبالتالي 70% من كقطاع عام 70% من الدواء بيأتي عن طريق القطاع الخاص، اللي هو إما أنه عن طريق شركات الأدوية المستوردة أو عن طريق شركات الأدوية المصنعة، وكلاهم بيجد برضو مشكلة في توفير الدولار له. شركات تستورد مباشرة بتجد مشكلة في الاستيراد وفتح الاعتمادات. طيب. شركات المصنعة أيضا محليا بتجد مشكلة في الحصول على المواد الخام اللي هي هو المحرك الرئيسي لمصانع الأدوية. طيب السيد صلاح، عفوا للمقاطعة، مشكلة لم
استاذ صلاح عفوا للمقاطعه، من حوجه البلاد اذا جاوبنا. طيب. فبالتالي 70% هتكون فيها مشكله. طيب سيد صلاح، يعني سيد صلاح، يعني مع شح الأدوية في الصيدليات أيضا ترافق معه يعني ارتفاع مستمر وبوتيرة عالية جدا في أسعار الأدوية، ما رأيك في هذا؟ يعني هو طبعا الـ 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 الارتفاع يعني بيكون لأنه للأسف يعني شح الأدوية بيؤدي إلى دخول أدوية غير مسجلة رسميا، أو أدوية يعني هي مسجلة لكن ما بتجي عبر القنوات الرسمية، بتجي عبر التهريب، ودي طبعا ليست عليها رقابة في الأسعار وفي الجودة، يعني لأنها هي في النهاية تجي طبعا كما تعرف إذا حصل أي شح في أي سلعة أو أي صنف او اي حاجه في السوق بيكون بينشط سوق التهريب. ف دي ادت الى دخول بعض الاصناف او كثير من الاصناف عبر التهريب، وفي نفس الوقت يعني عدم استقرار الدولار وعدم يعني زي ما قلنا تخصيص او عمل محفظ للدواء لشركات الادويه انها تستورد تغطي الفجوه، بيؤدي الى انه في النهايه في بعض الاحيان بتجي رسائل باسعار مختلفة كل حسب ما حسب سعر الدولار الموجود، فدي بتأدي لمشكلتين، مشكلة بتاعت الشح في الأول، وفي نفس الوقت من يستطيع أنه يوفر من موارد الذاتية بيستطيع أنه يضطر سعره بسعر السوق الجاري، زائدا أنه السوق الذي نشط في الفترة الأخيرة اللي هو سوق التهريب ليست عليه أي رغبة، فدي كلها أسباب مجتمع عادت إلى شحن الدواء وزيادة أسعاره. طيب السيد صلاح إبراهيم، يعني أخيرا شركات أدوية كثيرة توقفت عن العمل، ما أسباب ذلك التوقف؟ ما أسباب ماذا؟ ما أسباب ذلك توقف، يعني توقف شركات أدوية كثيرة كانت تعمل توقفت الآن عن العمل، ما أسباب، ما الأسباب التي دعت هذه الشركات أن تتوقف عن العمل؟ أسباب كثيرة طبعا، من ضمنها ما ذكرت لك سابقا أن الشركات لا تستطيع أنها تتحصل على موارد من بنك السودان كافية لتغطية فواتيرها، دي حاجة أساسية، وبالتالي هو ما تستطيع الشركات النظامية المسجلة اللي بتجيب الأدوية عن طريق رسمي، ولا تستطيع أن تجيب عن طريق السوق الموازي، وبالتالي في النهاية حتضطر أنها تتوقف حتى أنه ما تقع في خسارات مباشرة. الحاجة الثانية، معظم هذه تلك الشركات للأسف لديها مديونيات سابقة، لأنه منذ المشكلة يعني المشكلة كانت غايبة من 2015 و 2017 وقفزات الدولار من 6 دولار من 6 جنيه للدولار ل 18 جنيه ل 30 ل 60 حتى الآن طبعا حاليا 70، ووصل في فترة من الفترات 90، دي كلها كانت الشركات بتحاول انها يعني تكون نشطه، لكن تعرضت لخسارات كبيره جدا كويس، وبالتالي ادت الى كثير من الشركات انها تخش في خسارات ماليه وتخش في مشاكل بتاعت مديونيات وغيره وعدم السداد وتقليص لنشاطها. المشكله الثانيه انه برضو دي هي ليست شركات الادويه فقط، حتى الصيدليات، الصيدليات طبعا تآكل راس مالها واصبحت مع تلك الزيادات طبعا بتؤدي الى انه تقل الايرادات لديها، وبالتالي تقل الاصناف وتعجز عن سداد برضه مديونيات وتعجز عن التوفير، فهي حلقه متكامله يعني. نعم. صناعه فيها مشكله، استيراد فيه مشكله، شركات محليه وكلاء محليين في عندهم مشاكل، واخيرا صيدليات برضه. نعم. بتعرض لمشاكل، فبالتالي دي كلها بتأثر على المواطن اللي هو بيمشي يلقى الدواء ما فيش، لأنه هذه تلك الحلقة يعني نسميها نحن دراج سبلاي تشين أو دورة الإمداد انقطعت في كذا حتة. انقطعت. أدركنا الوقت عفوا رئيس اتحاد الصيادلة السابق صلاح إبراهيم، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم.